كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بسنته اقتفى، أما بعد. تفسير سورة الإخلاص دوت سورة إخلاص تفسير دعو سدوى الله بربان ثاني إذا وين خنوق أحقول خوش ليلشتو إذا استعيذ بالله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إشتا دوت سورة دورة دلعشي دوت خلال تحجنا دوق معنا چوخا حیخم چلوچ سورت دوهر تا قناخ اللهی پربان تانی دوت سقیت حوصر دوهی تخم تا قالله بوخ استعیذ بالله. قل هو الله احد احاله محمد الله تعو الله صمد الله هشیگ مسهم حشت دگوشا تنهم نحشت و ترگو. بدأ الله سورة الكريمة ببيان صفاته القدسية وذاته العليا. الله دعول قر سورة شي تندل صفة حخوشة شي لق يلو ذات حخوشة. أي قل يا محمد أي هي محمد أحال لهؤلاء المشركين المنكرين لوحدانية رب العالمين. يا الله عالم ديل والله تأخيلات تتلوش بلو إذا يخدهش بلو مشرك ناخي دعالة. إن ربي بقول سنديل الذي أعبده وأدعوكم لعبادته أسشين عبادة ديش والسنديل تن عبادة ديال أشك قيقش والإديل. هو رب عظيم جليل إذا سيلح والديل إذا متصف بكل الصفات الكمال دزندلو دلغا دزندل صفات شي قهدقو إذا. فهو واحد أحد فرد صمد سعو إذا فرد صمد مصهم شيك حشدقو إشات عنهم حشدو تقو إذا. ومعنى أحد حقايتها قل هو الله أحد أهلا هي محمد الله تعو أهل اتعو بوخشن معن هدو أي واحد تعو إذ واحد في ذاته شي ذات قح تعو إذ وواحد في صفاته شي صفات قح تعو إذ وواحد في أفعاله شي بلخش قح تعو إذ لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير شي اختر وقا إسن وقا تعو أوش وقوز. ومعنى الصمد قدع بوخ الله الله الصمد الصمد بوشن معن هدو إلتش. قال البخاري بخاري سأل هو السيد إذ إيلو إذا الذي انتهى إليه السؤدد شيغا إديل خيلر بوشتو هما چقدل وقوز أي أتونغا ستدو إديل خيلر إول أتونغر قيچنق ديو ديل داتز يدي يديل دولش داتز هند إلتش إبينا تا ديل ووتون ديل. والعرب عربو شتو سمي أشرفها شيء حلق بيخن بول كرت خيتن بول ناخا شيء سيد سيدوش بول ناخا الصمت أول شلتها أي إسن وقو أوش مسو قما تونك حش دولش تو أل تونك حش دولش تو ديش دولني حش دولش بول شيء سيلا بول ناخا الصمت أول شلتها. تاقا وفي الحديث الشريف يقول الله تعالى قدس حديث الله ألق كذبني ابن آدم آدم وعو خارت وقص ولم يكن له ذلك شاخارت وراتنا توم أحمدات وشتمني شين عطلير آدم وعو ولم يكن له ذلك عطلير تندوخ شداتلس. أما تكذيبه إياي أم ستخشت ورهد ألتش فقوله تؤال دق لن يعيدني كما بدأني شات دعوالتش تشامور يخدن ويروات سؤال رشا خشت وردو إزبوغ.
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. شاقل قلن تاكوت دول شوال ستغا يخوير زو شين خلمدات بوغ الله هنا يالچا تاكوت دول شوال شاها شاي كوت سلوش وقر حال قلن موز وقوو چخينا كوت دول چخينا شا كوت سلوش قلن خلچ كوت دول شخلچ اولچو ادينوشي كوتي يوخ دينوشي خلمدات بوغ الله وما شتمه أم شاشين أحتر يرش إلينا خدو إلشا إياه فقوله تؤال دق اتخذ الله ولدا الله دوز الخولي تلال أي الله دوز الخو تؤال وأنا الأحد شا تعمو بوخ الله الصمد شا ميلد الخلق شيك حشد قشا شا تنة خلقك حشد قشا الذي لم ألد أسعى وين وات بوخ الله ولم أولد سطحن داس وين وات بوخ الله ولم يكن لي كفوا أحد شيت نسوى تأدى موات بوخ الله أما سبب نزول سورة أما هر إخلاص سورة دوسر تنبحا هدوحون يالجا فقد روي أن بعض المشركين تأقديت نقهر دوسر بحنا تابو المشرك ناخا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلشن إباح كان خليل إل فقالوا يا محمد سار إل خلا محمد ديل إلشن عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك حي ديل وي تحتو تن كتس دي تحتو كال أم من ذهب هو دشي خويز أم من فضة يدتي خويز أم من ياقوت يجوهر خويز أم من زبر جدين يا ألوين أو شلوتا من يرى لؤزة ويا بقيتش ناخي غا خول شتوق تتيش تا زيلون تسويتا يولش تا باتسا دا بوس بولش إشتا إتاي بوميوزة يتونا خو إزالتا فأنزل الله تعالى لقوال الله دوسنا قل هو الله أحد السورة ثم قال تعالى الله الصمد أي هو سبحانه أي تأنول الله السيد أي لقز الذي تصمد إليه الحاجات أي تطلب منه الحاجات مس حشت شاتون يخدير شوك تو قوش سدتش تن دي نتس قوش حشت قوش ده إشت كوت كوت ده جوكس لم يلد وين وات إز لم يلد توتع وين وات ولم يولد إز وين وات تنداس أي ليس له أبناء يتون دوزل بات ولا بنات كنتي بات يعري بات كما أنه لم يولد من أب ولا أم شا وين تخيل ريتيرا نينخ ديخ شا حوال تخيل ريتيرا تنشي وات يا كنتري باتون يا يعري باتون لأن كل ومولود حادث هنا الشا هور هور سويش ول هور ديزل خو إذا خلش ولون ديل أي تخيل تخيل تنخينا خيل تخيل طول تعدونين شو الخيل وإز والله أزلي قديم أما الله دائما خلو أهدوز الخو حالات چا تخيلا او چتو تا دونين چوال وقز هم الله دا إيمان والشوه فالجملة الأولى لم يلد نفي لذرية والبنين الله قاية تعال لم يلد آل الله شا تا وينوات بوغرقا تندوز البات تنبوغرق دوز والجملة الثانية شلوخ دلو ولم يولد يئز تحمو وين وات بورغا نفي للوالدية تندانا دات بوخريك دويز أي ليس له تعالى والد دا وات نانا دات الله فإنه لم يولد من أب ولا أم ديخني نخصوال وات الله ولم يكن له كفوا أحد يشيخ ترتأ وات نخ أي وليس جل وعلا شبيه ولا مثيل ولا نظير تنختر السنوك تنتنس وتعداوات وهو مالك كل شيء وخالقه هور همان بچحو إذا هور هم شيك راه دقو إذا
إيهورهم قال نرجوز، فكيف يكون أخموخر إذا فكيف يكون من خلقه نظير يساميه؟ أخمسهم تسحق الخلج تقلنش هما نقاها تنختر الشاء تنخنس الشمخر أو قريب يدانيه تشادلهم قلنك إخلج تنجرجل سجموخر تنقل ولش إخلي الداتز. وسورة الكريمة هدلير مدل سورة ردت على فرق أهل الضلالة جميعا مسو تلي اللوتوب نشانا تادويتش دقا خرط ديش دي اندوهر سورة. اليهود والنصارى والمشركين عبدت الأوثان جكتي أمرلوي اشتاتوين شن عبادة ديش خلبول الله يتنا وصلو خلبول ناخ امسو اش خرط بيش دي اندوهر سورة. هنا الشف اليهود جكتش ألان ديلا قولوا عزير بن الله عزير بوغشوغا إذا الله كان توتار ألان ديل والنصارى أملوش ألا قولوا المسيح ابن الله إذا عيسى الله كانت أل والمشركون الله وچن عبادة يشتار ألا الملائكة بنات الله ملائك شاء إشاء الله يعرب إشاء فكذبهم الله جميعا الله إشمل مسو أخرت بنقش ولأن الولد لا يكون إلا من زوجة وتنزه الله عن الزوجة والولد هنا الجدوز الخو هو سمنان خلش بين خلش دات أيشاء بيش استغخا دوز الخو خلشوات تن هو سمنان تخلش تن هو سمنين يقرا الدنيا تشوش تخلش وتنزه الله الله تنوق عن الزوجة والولد حسنان تن خلا ريحا دوز الخو تن خلا ريحا أخ الله قرآن شاء الله استعيذ بالله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أخ موخر الله دوز الخو تن حسنان خل تخل تشال أي دوز الخو إز حسنين أخ سحوش ولون ديل أي كيف يكون له ولد وليس له زوجة تن دوز الخو موخر تن حسنان تخل تشال والولد ينبغي أن يتصف بصفات أبيه تأخ دوز الخو إذا شدي كتس نشتاني خلشوي شدي اختر خلشوي فإذا كان الأب لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يبول ولا يتغوط ينبغي أن يكون الولد مثله تأخ دا مثلا دا خلش هم يوكش تخلش مولوش تخلش ناب يش تخلش دوقة جمع شغول قووش تخلش اخ ادوز الخو تو تنگر سحوال وال دوز الخو اس اشت مخيل اتون دا مخيلر خيل مويزر بوغ اخ اسحيق لهم مداتز الله ايوو توري قطع ديل تخلش اما جوكتشا املوشا إشت الله واتشن عبادة ديش قليل توب نشا تو الله يتوز الخو بو ألتشا إشت إي الله مخيلري خيل بيش ما بو إشت سار حديث سلا تاق ديل تاقو بو خريقا إز قل ديل مخول إز دلا الله تنوق أتبيوخ دلو أتار تنخيط توش دل كتسنا الشيخ. ففكرة إثبات الولد لله فكرة سخيفة تاق الله دوزل خو وبوخش دول إهما إز عودل هم دو إز خاطئة باطلة حيقل دوتشا قل ديل هم دو إز لا يقبلها عقل سليم سندل حيقل دول شو استقو إز بسو باتحا حيقل دول شو كرستقو تلوتر دول شم دات سونيال شا ديلا شا ديلا تعبين خلشواتز تاخ تون دوزل خو خول شغل چه تون اي دوزل خو اسن خيل بيز بو خريك دو اس تاخ اسن تون دوزل خو خيل چه اي تعبي ديل وات بوخش دولو اي دك ديشم دابل بيش بو تون ديلا حيقل دولش خو ستاقوت اي لوتر دولشم دات اسر دوش دي والأعجب من هذا تاخ تو تيه توش دا كودو ال چه أن النصارى ام ارملوش خريستيانش بوقش ارسمت تايلش
صار يعتقدون بألوهية المسيح عيسى صار الله دي الله كان تبوش والعيسى إز ديلو تار آلرا قئت قي عود الهندقس ثم يزعمون أنه صلب تلتحى إديلو أول تلتحى إذا جعلت إيه دعتي أخنخلو أول تار أي أرسم التعال شا رسبحتنو أول تارس فكيف يكون إلها ويصلب تاق ديل إخلتشا وتجعرنت إدعمو توهي تروتوشا إذ مدو عوضهما إمدو تهتوالهم تاردوشتك ويعتقدون بأنه ولد من مريم تولت أحتارا قال أولق مريم وينو أولي ديلو أولي تولت أجعرنت إدعتوخن و أولي تولت مريم وينو أول تاريس ويسمونه عام الميلاد رجلستو أولشدلو إشو إتو وين وين شدو أولي إشتا مؤوتا فكيف يكون إلها تأخذيل موخروز وقد خرج من فرج إمرأة زجنا بيخكي مهتير أروال خلچا ديل موخروز كما يولد الأولاد كما يولد الأولاد قدل بيرش قدل دنينشو دولش دول بيرش دنينشو مدولاري دنينشو ويلو بوخ تاريز تول تعديلو بوخ تار إمو خردو إحيقلو تلو تردل شو مداتيز ويقولون تاق تار أولق إنه كان يأكل ويشرب بقل يأم يؤشا خمول شا ورق إز أولي والذي يأكل ويشرب ملأ ملش يؤش والستقى يحتاج إلى أن يبول ويتغوط شي جيم تشغلقية دوغ تشغلقية وخا حشت مخوصن ويحكم يا معشر ويحكم يا معشر يا معشر النصارى دا قز لقشن هاي إرملوي هاي إرملوي أفليس لكم عقول تفكرون بها شو دات قحيق الشا تحيق الشساني شو حيق شو قولي إله ديل بوخ أش يولد ثم يصلب دنين شو يلولش زجن بيخكي ميهتي غول آرو يلولش ثم يصلب تولتا تعنا حقلوتي جعرند إدعتوخ شاولش ويأكل يؤشو إز ويشرب ملش إز ثم يبول ويتغوط تولتا جمش غلقان دوخش غلقان شي غلق ووش إز وما هذا الإله تاق إديل هديل إز أش حديث لع إموه ديل خلو إدلع وكيف اعتقدتم فيه ذلك تاقتهم نختيش موتيش شدشو شو دقتيش موخر بوشت عودهما تبعون ولهذا يقول العقلاء تنديل حيق الدلشناخ أولق لا يجتمع عقل ونصرانية حيق الله إي خريستيانستو إرسمت تعالج إم إي خريستيانستو إش تحنهما تحنستكيغا قلور داتيال أي حيق للأ خريستيانستو تحنستكي كورتشو قلور داتيال إن إلتش وي واحد يتنرغا حيق الدوتش والستاقو ديوتهم دوهر حيق الدول والستاقا إي بوسو بواتحا إي تلوتر دول شوم داتيال حدو يتشتكون إلتش قيد عدول أدمش سنة أدم إديلو باخرة إز حيقلو مش دول حيقلو تلخن دوش دول حيقلو تلوتر دول شون داتسيز تون ديلا حيقل دول شناخ بوخ خريستي أنس دوي حيقلي تحنس دقيقة قلول داتسيز واليهود تاق جكتش بوخ أقل جنونا من النصارى أت إرمو شيلا تجمل كز يقتير عوضل جكت شيك فليس عندهم ما عند النصارى من الاعتقاد بالأقانيم الثلاث الثلاثة أتش إرمو شيقاح أتار أولش لك تأول جكتش إرموش هو أولا إي تير إرسمت لعيال شا إي تروي تأول شلو تير إي أبيج ديني إزيات أتش جكتشكاح فعقيدة نصارى إرموش دكتيشن تير عقيدة هو يؤلش أن الإله ديل مجموع من ثلاثة أقانيم قأهم نخا ووشخ بيشو أول تير تعديل
يقو هدو إرشا أقنوم الأب والابن وروح القدس قدس فاق داو كانت أو إرسما تايرشا ستوي دوخ أول تسارتنا يقهم نخا تعديل خل شو أولي أتل أودل هم أول تسار وهي عقيدة التثليث ترويتس أول شا عقيدة تويتسير التي قال عنها القرآن الكريم سيلح ليري من القرآن وآلق تيرا دكتيش مخلات استعيذ بالله لقد كفر الذين بقل كريسن المدينة قتناخ بلشبرحون الشاشة قالوا إن الله ثالث ثلاثة بقل الله ترويتس اختعو آل وما من إله إلا إله واحد تأديل مواتق تألّه وتري يعتقدون إرموشي دكتي شنبحون بأن ثلاثة واحد قؤهما تعد أولي دكتي شنبقتي والواحد ثلاثة أم تع إس قؤد أولي انت مثلا قهم وحدلج ويحيطلج ثاني حلوج دول هما ثاني ويدستج قهم حين حلقة قوكينش مثلا قجين حين حلقة وحدلج يتعدو إل حطونا اختيشر يتعجين حين حلقة وحدلج يقعدو إل حطونا اختيشر ويعودلو أولر در تستقخ قجين تعدو بوش قيسول ولج يتعجين قجين دو بوش قيسول ولج İştun duq oca ərmoşqa dərgə ca qı adamıqı qı humniqı ca deyil oca ca deyilıq qı humniqı oca. Vəl cunun funun da tilbaları qılıbavları çoğudu çərgə. Kayfa yakunu thalâthə vahidən qı hum ca muxidu vəl vahidu thalâthətən تعم قؤ موخدو إن الأب غير الإبن دا إذ كانت موات أتشاء أتدشنو حمقويتس دا إذ كانت تخيلر بالغودو يولوين تنخ دا ألش والإبن غير الأب أم كانت إكانت ألش إدا ووتيلا بالغودولوين وروح القدس سيارا دويتش دولو إذا ستوي دوخ بوش لغا غيرهما إشيك دوش قنق مدو أي باش دول قوم دويس تاتيرون دات سر دويش دي قو دا تبوغ تا قو كان تبوغ تا قو ات ستو دوخ تا او تا دا كان ستو دوخ قو اي قوم تا دو او تا إذا حيقلو تلو چون دات سيس إذ قلنا هذه مثلا ويالش هذه شمس هر ملخ وهذا قمر هر بوت وهذا نجم هرسيدة يقو باش هم دوق إز هور شيشي كتسنش هور شيشي أندل دوقل دولشا هور شيشي كيبيل شمش دوق ويدوشنش فكيف تصبح الثلاثة واحدا تا يقو إي هما مالغ بوتا سيدة اشتسعدو إلش موخير دار إيوي هل هي ثلاثة شموس قمال خبو إشقي أم ثلاثة أقمال قبوت بوئز أم ثلاثة نجوم قم قو سيد بوئز بات دير تعمال خبو تع سيد بو تع بوت بو إشا شاشا باش باش هم شوش فكيف تتحد وتصبح شيئا واحدا دا تعم موخير دو إقوئي باش دوهم والحمد لله خست مق الله على سلامة العقل والدين وإن حيق لشاء تأندل دينا وإن دلر وعقيدة التوحيد وي توحيدة ويديل تأورا عقيدة المسلمين وتألها متأخي البوشنيخة دكتي شبقز التي إي عقيدة تقز جاء بها جميع الرسل مسو إلشنش بحكن يول عقيدة تقز وهي العقيدة التي يقبلها الله تعالى إي عقيدة تقز الله لقول الله هو يقر قوبلي ريوشو المتفقة مع المنطق والعقل لوجيك تا حيقل تا
تحني وخشلو عقيدة تخبصو بشني خيك. وصدق الله العظيم سيله والله بقى لي نقشي آية أستعيذ بالله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا إسلام دوتش قدن ليلدن وقدن ديزن واستقى فلا يقبل منه تنقر إقوبل خير مدات الله تنقر إقوبل دي مدات قدل دين إسلام دين دوتش. وهو في الآخرة أم آخر تحا إسلام دين دوتش قدن دئلات دعوال آخر تحوي أن واستقى من الخاسرين إشن شارخ تاقزوال شارخ خير موق تاقا حقها سورة إخلاص تقدر ويا تفسير تنا سيلاه والله وينيس العقيدة تحدل شدلر لويل وينا شين متحدل شا داخل لويل قوينا. هذا والله عالم، وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.